واخا دابا تنهضروا على واحد لا تكنولوجي ديال السوبر فاست تشارجين. شنو خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار في هذه لا تكنولوجي هذه؟ التليفون الفاست كيتشارجا شارجينغ، دغيا، التكنولوجيا الشارج. واش كاين شي خطر الا خدمت واحد، يعني خدمت بان اوتر شارجور اللي ما تيكونش داك الشارجور اللي كتعطيني الشركه باش كنشارجي هذاك التليفون؟ التكنولوجيا ديال الشارج مرتبطه بثلاثه الحوايج، يعني على الاتش ديال الفاست شارج والكويك شارج مرتبطه بثلاثه الحوايج. اولا خاص البروسيسور يكون سيبورتي ديك التكنولوجي، يعني البروسيسور يكون فيه ديك لا تكنولوجي دي انه يدير الفاست شارج. ثاني حاجه الكابل، يمكن هذه غتجي بنادم تقريبا، ولكن الكابل عنده دور، الكابل ما تيكون كانش ان واقف بينا. ريزيستونس، تيلعب ريزيستونس. فوالا. ثانيا الراس ديال الشارجر، هذاك الراس حيت ما بقاش دابا راس عادي، ولا بحال ولا سمارت، ولا فيه كابل شي داخل كاس الماء. حطيه بروسيسور، ها هي فوالا حطيه بروسيسور. دونك هذوك ثلاثه هما اللي كيعطوك الفاست شارج، كل شركه ودير التكنولوجي ديالها. واخا واش ما كاينش شي خطر في هذه الهواتف الجديده دابا اللي كتخدم بهذه التكنولوجيا دي؟ واش ما كاينش شي خطر انني نخدم بواحد الشارجور اللي هو ماشي اوريجينال؟ بزاف ديال الناس كيمشيو لهم لي شارجور ديالهم وكيبغي تيقلب على شارجور كيشارجي بالزربه، بزاف الناس كيقلبوا على شارجورات اللي كيشارجيو بالزربه. واش ما كاينش شي خطر انني نخدم شي شارجور كيشارجي بالزربه من غير الشارجور الاصلي؟ مثلا هي شي حاجه باش نهضروا بعدك على لي تكنولوجي ديال الشارج. كيف ما قلنا كاين الراس وكاين الكابل وكاين البروسيسور، كل شركه عندها تكنولوجي الشارج ديالها. بحال مثلا سامسونج عندها الادابتيف فاست شارج، التليفونات اللي كيخرجوا بكواليتي ديما كتلقى عندهم فاست شارج او عندهم كويك شارج فاست، ولا دابا في الميديا تك وان عندها، كان عندها الداش شارج دابا جينيراسيون 6 ولا 6 وارد شارج. اوبو عندها الفي او او سي شارج دابا. راه الاوبو في التليفون ديال الرينو ايس عندها اسرع شارجر، يعني فيه 65 واط، يعني كيشارجي من 0 حتى 100 في نص ساعه. ومازال دابا كاين سوبر تيربو شارج اللي خدام عليه شاومي، غادي يكون يشارجي التليفون من 0 حتى 100 في 17 دقيقه خدامين عليه. دونك ملي تبغي شارجر، اولا ملي غتبغي تشري شارجر ديما غادي تشوف التليفون ديالك شحال كيسيبورتي في الفاست شارج، باش نعرف التليفون شحال غادي يسيبورتي. بافو ما كتكونش مكتوبه في التليفون، كاين واحد الموقع سميتو جي اس ام ارينا. جي اس ام ارينا بحال كيعطيك السي في ديال التليفون من ا تيل زيد، نهار خرج شحال فيه في الباتري، شحال فيه في الكاميرا، شحال فيه في البروسيسور، اي حاجه كتعلق بداك التليفون سهله. ما كتدخل جي اس ام ارينا كتكتب الموديل ديال التليفون عندك، كيخرج لك كاع الكاركتيرستيك ديالو من ا تال زد، تما كتعرف شحال فيه الشارج، شحال فيه في لاباتري ديالو، شحال الواط وهادشي كامل. اذا ملي كنعرف انا شحال الواطاج اللي كيسبورتي كنقلب على شارجور كيوفر نفس الواطاج. ولكن كاين هنا واحد الاشكال في هذه النقطه هذه اللي قلتي لي، لانه للاسف الشديد ماشي كاع لي شارجور اللي كنلقاو في السوق كيعطيونا هذوك القيم حقيقيه. كتلقى شارجور تيقول لك فيه سوبر شارج، هو ما فيه لا سوبر شارج لا والو. كاين اللي تيقول لك انا كنعطي 18 واط، هو في الحقيقه ما كيعطيش 18 واط، كيعطينا غير 12 واط ولا كيعطي 10 واط. كيفاش هذه المساله؟ باش غادي نعرفوا القضيه، اولا خاص بنادم انه يعرف شنو هو الواط. الواط هي ملي كنشدوا الفولت وكنضربوا في الامبير كيكون مكتوب في الشارجور، يعني ملي كنجيو نقراو ديك المعلومات اللي كيكونوا في الشارجور كنلقى الاوتبوت. الاوتبوت كتلقى مثلا يمشي ديما كيعطيك النورمال وكيعطيك الماكس، كيقول لك راه تقدر توصل لواحد القيمه الماكس. كنشد ديما داك الفولت اللي عندنا في القيمه الماكس، كنشد مثلا الفولت في الامبير، يعني عندي مثلا 9 فولت في 2 امبير يعني 18 واط. اي واضح، ما عندناش اشكال في هذا النقط. فوالا، ملي غنمشي نشري شارجر، اذا لقيت شارجر كيتباع ديال الاوريجينال غادي نمشي غتلقى عند شي روفوندور او لا شي ماركت اللي معروفه كيبيعوا لي شارجر ديال هذيك الماركه، يعني راه اوريجينال، غادي نمشي نشريه. ما لقيتش غادي نشوف ماركات اللي معروفه عالميا. كاين مثلا، كاين عطينا شي ماركه معروفه عالميا في لي شارجور تم معروفه بلا كاليتي ديالها. كاين انكر، كاين انكر، كاين بابلوكس، هادو الطوب، هادو في هادشي ديال الشارج، لي تكنولوجي الشارج يعني حتى. ولكن اكونديسيون مين نشري من السورس، يعني هذاك اللي غنشري من عنده نكون عارف انه جاب لي واحد اوريجينال، ماشي جاب لي كوبي. على الانكر حتى هو تيزورو، تيدخلو مزوره للمغرب بعض المرات. كاين اللي كيستغل هاد القضيه. شوف، هي كتبقى ديما مساله الشارجور، كتبقى انت ومن عند من شريتي. فوالا، فهمتي ولا لا؟ يعني كتبقى
على الثقه ومع من انت كتعامل وكل شيء. لا عارف داك السيد انه ثقه وما غاديش يقدر يقلبك ويجيب لك شي حاجه اللي ماشي اوريجينال، راه داك راه صح. هو الشارجور ديما كيسولوا الناس بس غنعرف الشارجور اوريجينال هكذا، كون بلي غتعرف هذاك اللي كتشري من عنده واش مزيان، راجل مزيان ولا ما مزيانش. حاجة أخرى، مثلا ملي كتشري حيت هذا التاجي عندك من برا، الشارجر اللي كيكونوا بعدك داخلين المغرب يعني داخلين ومفيريفين، كتكون في محل العلامة يعني بالعربية وبالفرنسي، كتكون فيما ديك ميم يعني راه مطابق يعني راه داس للداس وراه كونفورم يعني ما عندك مناش سخان. راك دوزتي واحد اللعيبة على هذا انت ديجا درتي فيديو انت هو سين ميم سين ميم تنتحمل مسؤوليتي في هذه الهضره اللي تنقول انا هذا الشارجور هذا نجيو راه فيه سين ميم وتفرقع عليا ها هو سين ميم تما بلا ما نذكروا بلا ما نذكروا الماركه راه في الدار حيد 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 المهم ها هو سين ميم انت وليتي عين عين راه دابا هذا هو الاشكال اللي كنلقاو في السوق دابا كتلقى ديما وفي الاخر تيتفرقعوا هذا هو خويا امين باش تقطع اما الشارجور غتشري من عند روفوندور اللي انت عارفه تيخه او لا ماركت اللي هي اجري ماركت اللي معروفه كتبيع لي شارجور اللي هما يا دو لي مارك اللي هما انت ديك التليفون داك اللي شاري او لا غتشري يعني اللي اوفيسيال اللي هما انكار وبازيس غير هو غتشوف روفوندور اللي غادي تعرفهم انت مضمون يعني موثوق كيدخل هذيك السلعه انه رسميا المغرب ولكن هذا حاجة... الاشكال انه كتلقى في السوق كلهم تيقول لك ايه ده اوريجينال ايه اوريجينال خا امين اه والله امين 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 شارجور الاوريجينال هو اللي كيتحيد من الكارطونه ديال التليفون اولا كتمشي اخويا اللي كرون سيرفاس تبيع صحاب كريمين فهمتي شري من عندهم هذوك ما غيقدرش يبيع شي حاجه الله يرضى عليك يعني الناس من الافضل انهم يشريو من لي كرون سيرفاس من ماركت حنا ما نقولوش لي مارك راه كاين لي كرون سيرفاس باش تعرف البلاصه اللي تيمشيو لها كيليمين وكيدفعوا الشاري شري من تما تمشي تشري حتى تحطو في القهوه قول لهم انا راه شريتهم من سميتو واخا دابا الشارجور عرفنا معاكم كيفاش غادي نختاروا ولكن الكابل كيفاش انا غادي نعرف كابل اوريجينال راه كيما قلنا باش الطريقه باش غتشري شارجر باش غتشري كابل غتشري شارجر راه الشارجر تاخذ الكابل ديالو مزيان.